رجعنا لكم. بصوا بقى كل النتائج دي بقى والتقسيمات والاربعات والثلاثات والنتيجه اللي بتجيب نتيجه ولا فاضل بس حاجه اخيره هنبقى نقول كيف نواجه ده، كيف نواجه المنهج ده، لان لازم اي واحد بيقوم بدوري او انا او غيري نقول حلول يعني. لكن قبلها تعالوا بقى نشوف عملي، لان الفيجوال ده الفيزبل ده لطيف خالص. كل بقى الدراسات والعبقريات واللوح والحاجات خلينا نشوف وببساطه وحاجات امثله قد تكونوا عارفينها وقد تكونوا مش عارفينها. انا ممكن اجيب بدل الحاجه 1000، لكن انا مش فاضي ضايع بقى وقت ان نفضل نتفرج على حاجات بس انتوا بتشوفوها كتير. لكن في حاجات كانت بالنسبه لي مؤثره وعايزه شرح. تعالوا نشوف اللي انا اشرت ليه وقتها لما كنت بشرح علاقه التنميه بالتصوف، لما صاحبنا ده قال انه بيحب التصوف. ده جميل، ده قال عبد القادر الجيلاني جميل، وقال الربعه العدويه عظيمه وبتاع. طبعا انا اثبتت ان ده كله الا عبد القادر ما حصلش. فاكرين وقعة المسجد الشهيره اللي دايما بستشهد بيها، 305 انسان قتلوا في لحظه واحده، حذروا قبلها بسنه. اللي التاني بيقول لك دول صيع عشان منهج معين، عشان شيء معين بيعملوه في نظر اللي علمهم مش في نظرهم، لان هم ما لهمش نظر. المنهج بقى المبثوث طول الزمان بلا قيد ولا شرط ولا مذكره تفصيليه، من قال من فعل، الصوفيه المشركين القبوريين يعني بيعبدوا القبور، اللي بيصلوا في مسجد فيه مش عارف ايه، وحبيبي قال على فكره في شيخ سلفي يكاد يقدسوه الصوفيين، كان اشار مش وقته نعمل المشاكل دي عشان الدول الجاره بدات تتطور، بس كان اشار ان يخرج قبر رسول الله من المسجد، رسول الله من المسجد النبوي، لان التوسعه دي عملها عمر بن عبد العزيز. فهو عمل بحث طويل عريض من بتوعهم بقى بتوع السلفيين اللي هو ملوش وش من ظهر، مش بحث اصلا، ان عمر بن عبد العزيز اخطا ولم ياخذ براي كبار الصحابه في المدينه، كبار التابعين انا اسف، وان التوسعه دي شرك. اي والله العظيم شرك. كتاب موجود ولا السلفيين عارفين، مش عايز بقول اسماء. وقال لك دراسه ازاي نخرج المسجد ويرجع المسجد غير الشرك، غير شركي يعني. عسل الراجل ده. تعالوا نشوف بقى اللي علمهم يا ترى بعد 700 سنه وصل لهم ايه عشان يقتلوا 305 انسان، وقبليها بست شهور زعيمهم، لان دول هم بقى في نظره زي ما شرحت اياميها اللي متابعني بدقه يعني، الداعيه الى البدع. كل واحد فيهم اصبح داعيه للبدع لانه بيمارسها فقط في العلن. تعالوا نقرا الحوار معاهم مترجم هو من جريده روميه اللي هي بتظهر بالانجليزيه يعني من الاخوه في داعش. دي بقى النبأ اللي هي العربيه، النسخه العربيه من روميه. ده قبل القتل يا فندم بكام؟ ربيع الاول، قبليه بست شهور، انا اسف باربع شهور. تمام؟ اربع شهور بس بعد ما قتلوا الشيخ ابو خراز ده ولا حراز. ما اعرفش الكلام باين ولا لا، بس تعالوا نقرا. بص يا سيدي، بص الحوار، انا ههتم بس عشان تعرفوا كل المنهج ده والافكار المبثوثه والاستحلال والدماء والمؤامره وتكفير المجتمع والطواغيت، هتلاقوا عملي لطيف وتنفذ مش قالوه على سبيل التنظير. هم الاول قتلوا الراجل العجوز اللي هو بيتقتل في الصوره ده الراجل نفسه، دي الصوره الحقيقيه للمشهد الرائع اللي انتوا شايفينه، يعني حاجه مفتخره يعني. بصوا بقى هو بيقول لهم ايه عشان تعرفوا ان ما جاتش صدفه، التاني بيقول لك صيع. فبيقول السؤال بيقول له ايه، الصوفيه واحده من امم الامراض. ده اللي سائل طبعا تبعهم، هو مش قاعد مع كريستيانا امانبور في سي ان ان، ده قاعد مع واحد منهم. فاللي بيسال اسوأ من المسؤول. فبيقول الصوفيه واحده من امم الامراض التي ابتليت، امم يعني من كبائر، بما بها كثير من الديار اليوم لدورها الكبير في نشر الشرك. يا ترى مين اللي علمه المناهج دي وقلناها بالنص؟ مش فاكر. والبدع بين الناس، صاحب البدعة والداعية إلى البدع يجب قتل الداعية إلى البدع. طيب، والقيام وقيام الطرق الصوفية بتعبيد الناس للطواغيت، تعبيد يعني يجعلهم عبيد للطواغيت اللي هم مين؟ طواغيت يحكم بغير ما أنزل الله، مش فاكر، افتكروا انتوا بقى شهرين ونص. فهلا تحدثنا اللغة العربية يعني عن واقع الصوفية في سيناء. بالمناسبة ده رئيس ما يسمى زي ما انت شايف كده أمير مركز الحسبة بولاية سيناء، حبيب قلبي يعني نائب المحافظ. مركز الحسبة بالمناسبة، الحسبة بالعموم يعني ايه عشان بس نقطة، وحتى لو كملنا ده بكرة،
الحسبة هي حاجة كده اخترعوها في الفقه، أن تحتسب على غيرك، زي ما قلت لكم عقلية مين؟ ابن تيمية، وعيه أنك قاضي على غيرك، أنك طول النهار تقعد تقول له أنت، أنا المجتمع رقيب على المجتمع، أنت عملت أنا هوديك مش عارف إيه، أنت سويت أنا أقتلك على طول في دول أو في حتت ما فيهاش قانون زي دول. فالحسبة هي من أسوأ البليات اللي ابتلي بيها الإسلام أو المسلمون أو المسلمين على مر العصور، أن كله رقيب على كله يا باشا. فده بقى أمير المركز، تعرف عندي يوم الهيراركي التراتبية الوظيفية فظيعة في الحاجات الدعشية دي، مضحكين قوي. أمير المركز ماشي، بصوا بقى بيقول لك إيه الإجابة بقى، المسؤول بقى يجيب. الصوفية في سيناء ينقسمون إلى طريقتين رئيسيتين، فمنها الطريقة العلاوية الأحمدية والطريقة الجريرية. طريقة إيه يا فندم؟ الجريرية، اللي هي اتقتلوا كلهم بعد الكلام ده بأربع شهور. سبحان الله، صدفة صدفة، هم صيع فعلا. المهم، أما الطريقة الجريرية فلها ثلاث زوايا رئيسية، والنبي تسمعه، وهي زاوية العرب في الإسماعيلية وزاوية سعود في الشرقية، وهما في أرض مصر، كأن سينا غير مصر، ركز يا مؤمن. ولها في سيناء زاوية الروضة، حضرتك زاوية الروضة ده بفضل الله المسجد اللي اتفجر والله العظيم، خلاص بالحرف يا باشا. ويتبعها زوايا كثيرة كزوايا حي أبو جرير والطويل وصباح وغيرها والطريقة الأحمدية. وبعدين بيشرح بقى إيه إزاي هم معبدين للطاغوت، خلاص. ومن ثم صار الطاغوت خلف، اللي هو طاغوتهم هو الصغير غير طاغوتهم اللي هو رئيس الدولة في نظرهم، شيخا للطريقة، وأصبحت الجورة هي الزاوية اللي هي الجريرية يعني. ثم ملك هذا المرتد أيضا. طبعا أنتوا عارفين مين اللي خلى رئيس الطريقة الصوفية اسمه مرتد، مين فاكرين ولا أنا تعبت؟ مين؟ أما الطريقة الجريرية فقد أنشأها الطاغوت الهالك كالعادي يعني عيد أبو جرير، اللي هي بتاعت مسجد الروضة، وتمركزت في الزوايا الثلاثة التي ذكرناها، وهي سعود العرب والروضة، والتي سوف تقضي عليها. بص بقى الكلام الواضح، ها، الدولة الإسلامية فور تمكنها من ذلك إن شاء الله. والله أكبر. وإن شاء الله ليه؟ افتكروا المنهج، لأنه حاسس إن الشر بأخير ده بيعمل حاجة لربنا، بيقتل ناس بتصلي الجمعة. أنا مش هتنرفز، بيقتل الناس بتصلي الجمعة عشان خاطر يرضي ربنا اللي بيصلوا له. يعني المستشفى المجانين ما فيهاش الحوار ده، يعني لو جبت ثلاثة في أي مستشفى أمراض عقلية في وطننا العربي مش هيكلموا كده. واحد يوم يصلي فالتاني يقول أنت بتصلي، يقول أنا بصلي ربنا، يقول طب أنا هقتلك عشان أنت بتصلي ربنا بطريقة مش عجباني أنا، لأن ربنا موصيني أقتل اللي بيصلي بطريقة مش عجباني أنا ليه هو. ده حوار في مستشفى المجانين، بس مستشفى المجانين بتتصدر على انها دين، دين بيتعبد بيه ربنا والله العظيم. نكمل بقى مع المعلم المحافظ بتاع الحسبة، فبيقولوا ما هي اخطر البدع التي يعني بينشرها الصوفية؟ قالوا لقد انتشر الشرك بالله في اوساط هذه الطرق بشكل كبير. افتكروا مين؟ المهم، حتى هرم عليه الكبار، يعني الصغيرين هرموا بقوا كبار ووصلوا للهرم يعني، وهم في الطريقة الضالة دي. ونشأ عليه الصغار فعظمت البلوى واشتدت المصيبة، كلامهم البائس القديم ده، ها، فهم يعتقدون النفع والضر في الأموات. افتكر مين اللي قال؟ ويصرفون لهم شتى أنواع العبادات كالدعاء والاستغاثة والتوكل والذبح، بمناسبة ده كذب على الصوفية، والطواف كذب، واتخذوهم واسطة أو وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وكذلك فإنهم يتبعون طواغيتهم أو طواغيتهم وشيوخهم في باطلهم، ويؤدون لهم السمع والطاعة العمياء في كل الأقوال والأفعال. وهذه الأمور تشترك بها كل الطرق الصوفية في العالم اليوم. مين اللي قال؟ مش بس الفكرة، الوعي كله بالحسبة نفسها، أمير الحسبة، مين اللي علمهم إن أنت تحاسب الناس وتحتسب عليهم وتقعد واصي عليهم؟ هو نفسه مين يحاسبه؟ عيش بقى، مجتمع غابة خلقته الأفكار دي. وبعدين في النهاية بيقول له أما الطريقة الجريرية فهم أشد منهم شركا، أشد من الأولين اللي هم قتلوه، وهم معروفون بتقديس الأضرحة والذبح لها والطواف حولها، ولهذه الطريقة علاقة بدين الرافضة. خش عليا بقى، الرافضة طبعا الشيعة الاثني عشرية، وخلاه مش طائفة عشان يقتلوا مش زعلان، خلاه دين اللي هو ما قالهاش، حتى لو الشيطان عايز يفرق الامه دي ما يعملهاش دين. يا عم اختلف سياسيا معاهم بمناسبه، لازم تعرفوا احنا مش عايزين نقتل الناس بس،
لكن ما تقوليش دولة معينة بترعى على الجانب الشيء، ممكن تكون أظلم دولة وهي كذلك، وحكم القهر والحديد والنار هناك. فده ملوش أي علاقة بفكرتك بتقول والله دول اللي في الوطن العربي دول إخواتنا وغيرهم مسلمون من أهل القبلة. أنا ما أقدرش أقول هم ليهم طائفة فكرة، ربنا يحاسب. لكن ده قال لك ليهم علاقة بدين الرافضة، عملوا دين وخلى الصوفية شبه الرافضة أو ليهم تواصلات، وهم مش اسمهم الرافضة، اسمهم الشيعة الاثنى عشرية. وبعدين وقال بقى شوية الكتب اللي بيألفوها، والرافضي الهالك النمر الليثي، وشوية حاجات بقى لطيفة. حصل ايه بعد الكلام ده بثلاث شهور؟ اشترفوا انه مش بس زي ما انا بقول لكم تنفيذ وكلام بس، لا، كلام وتنفيذ ومنهج وتاريخ وراه يا باشا، تاريخ من قتلة متصوفة من اول حلاج وانت طالع. فانا مستريح. وبعدين ده الراجل لما مات واتحط في قبره ومدبوح، جه ده بعد خمس قرون كانه بيولع في قبره تاني. أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ اه والله العظيم. قال ايوه اللي حصل فيه كان صح، واديله على دماغه، والحلاج كافر. ومش بس كده، زي ما قلت لكم من اسبوعين، قال لك اللي يقول ان مؤمن يبقى كافر زيه. يعني هو منعني انا دلوقتي اقول لكم الحلاج مؤمن، هو مش منعني، هو يمنع نفسه. يعني كفرنا انا دلوقتي وكفر كل من يعتقد ان الحلاج كان رجلا عظيما مؤمنا وليس ابدا اللي قالوا عنه، وكان من كبار الاقطاب المتصوف، خانوا اللفظ او مش خانوا اللفظ، عبر امام من لم يجب ان يعبر امامه، لان ده زي ما كل واحد معاه دكتوراه بيكلم اطفال، مش اطفال بمعنى ما عندهمش عقل، لكن الصوفيه تجربه شديده وشخصانيه جدا ومعتمده على الحدس القلبي والمشاعر والمشاهدات، اشياء بعيده جدا انك تكلم واحد في السوق بيها. وكان الشبلي، وبكر الشبلي الله يرحمه بقى استاذه، بيحذره دايما ما تكلمش الناس بالكلام ده لانه تقيل قوي. فراح فين في الاخر؟ لكن في النهايه بيمنع، يعني ده عايز يكفر. طب الحلاج مؤمن دلوقتي، انا في نظر ابن تيميه بقى ايه؟ انتوا فاهمين. فالاساتذه دول المنهج ده اللي انتوا شايفينه على ده كذب، وهم، هولوجرام، خيال، مش حقيقه. مش كل ده اللي قلناه في الثلاث شهور بالنص بالحرف، حتى فكره الحزبه نفسها واشراك الصوفيه ثم استحلال الدم ثم التاسيس للمنهج انه مستحل الدم وانه يقتل ان شاء الله، زي ما قال عارفين الحرامي اللي بيقول ربنا يوفقني ان شاء الله وهسرق النهارده، بالظبط دول. مين عمل كل ده؟ العفريت. مين؟ ثلاث شهور تعبنا يعني، ولا شهرين ونص؟ سهله، وادي عملي وبعديها بثلاث شهور يا فندم مش بيهزروا، نفذوا. كانوا قتلوا الراجل خلاص الكبير، وراحوا داخلين فجرين مسجد، اضرب يا باشا صلاه الجمعه، اضرب. دول كفار بيعبدوا ربنا بشكل انا مش راضي عنه. بس وهما بيعتبروها ساعتها لما تشوف الفيديوهات البائسه بتاعتهم، الله اكبر والنصر للاسلام وربنا سدد سهمنا وسدد خطانا. مأساة متجددة ومش هتنتهي، وده العمل ياهو. بكرة كمان هوريكم جانب آخر من ال 700 سنة بتوع ابن تيمية بس يصب إزاي فيحرق العالم كله. عملي برضو وفيجوال. كمل بكرة، أشوفكم بكرة.